ماشي، بكون عم بعد المصاري اللي طلعت له من هالليلة. بس هيك؟ إذا مفكر إنه عم بيعاني لأنه مرته نايمة بتاخد حدا تاني، هيئتك ما بتعرفه منيح لتشوف. ومين قال انه مرته رح تنام بتخت حدا تاني؟ شايفي شي تخت حواليك؟ ما عم بفهمك على فكرة. لأنك ما بتعرفيني، مش أنا اللي بياخد الأشياء من الناس غصب عنهم، أنا بتملك الأشياء ما بسرقها. يحميني منك، اللي بدك اياه رح يصير. الشيء الوحيد اللي المفروض يحميني بعدني بسيارة اجي اقضي الليلة عندك. هو هيك بده، الليلة ليلتك. ليلي، ليلي تولد بك. مش هيدي ياسمين؟ هل قد بتحبها؟ ولا كلمة. يلا تعالي. تفضل تفضل، هيدي السيارة صارت جاهزة. شكرا. ميرسي كثير، عزفتك معي. ولو شو هالحكي. بس ممكن تسأل قديش كلفت بليز؟ عاي ولو؟ لا لا لا، ما بقبل أبدا. منا محرزة، عيب تفكري بالموضوع اصلا. مستحيل اقبل، وخاصة انه سهرتك معي اليوم. ما بقى تحكي بالموضوع بليز. طيب اوكي، بس على شرط. شو هو؟ بكره رح توعى تلبس ثيابك وتدور سيارتك وتظهر من دون ما تكون شربين قهوة. لأنه رح نشربها سوا. مرسي لك. باي باي. طب تعلمنا انه كن مطيع، ما اقول لا عشي حتى انا وبعيدة عنه. انا عم نفذ كل اوامره ورغباته، ويلي عم بيصير الليلة هو سيناريو جو كتبه بدمه. أو بدمه. مصاري بتاعتك ايه؟ حد قلي مرة تانية. امشي يا بت. يلا وعبده وصلها.